أهلا بكم في قناة هدى جد للكروشيه والأعمال اليدوية. برحب بكل متابعي القناة. لو أول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفاد. أهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. المشروع بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنعمل الكيس الجميل دوت او الجراب، ليه مسميات كتير. الكيس ده بصراحة استخداماته كتير جدا. احنا ممكن نستخدمه كنحط فيه الكوينز، الفلوس الفكة بتاعتنا نحفظها فيه كده. ساعات كتير بنحطها في الشنطة وطبعا بنتعب عقبال ما بنوصل لها. دي فكرة من الافكار. الفكرة التانية ان احنا ممكن بلاش الكوينز، ممكن نحفظ فيه السماعة بتاعتنا، انك بتلفيها كده هوت وبتحطيها بالشكل دوت وبتقفلي عليها. تقدري تجيبي السماعة بتاعتك في اي وقت بكل سهولة من الشنطة بتاعتك. دي فكرة كمان برضو. كمان ممكن يا جماعة نقدمه كهدايا في العيد، باننا بنحط فيها الفلوس بتاعت العيدية، بتحطيها جوه الكيس وبتقفلي وبتقدميها للبنوتة اللي انت هتديها الهدية او العيدية بتاعتها. طبعا بتفرح بيها جدا، وهي بقى بتستخدم استخدامات زي ما هي عايزة. زي ما قلت استخداماته كتير جدا. وكمان من الاستخدامات برضو ان ممكن يبقى كيس للسبوع، بنحط فيه البونبوني والشوكلت وبيتقفل عليه وبيتوزع في الحفلات بتاعت السبوع. في الحقيقة هو ظريف جدا، وزي ما قلنا استخداماته كتير. وعايزه اقول لكم الغرزه بتاعته سهله جدا جدا، كل البنات هتشتغلوا ان شاء الله، هتعمل احلى كيس او احلى جراب وباقل التكاليف. الكيس هنا هوت انا استخدمت فيه الخرز او العقد دوت، تمام. كان بصراحه كانوا عندي وفكوا وانا قلت استخدمهم. انت ممكن تطعمي باللولي، ممكن تسيبيه لو انت مش عندك حاجه خالص، ممكن تسيبيه عادي فاضي ما فيش اي مشكله، تمام كده. فكرته سهله. وبينا نشوف ايه هي الادوات اللي احنا هنستخدمها. انا استخدمت في الموديل دوت اليز سكرين بيبي، انا استخدمت اللونين دول اهم، تمام كده. وهستخدم معاكم النهارده اللونين دول علشان نشتغل بيهم. نفس النوع بتاع الخيط اليز سكرين بيبي، وهنا هو بيقترح عليا الابره رقم 4، تمام. واحنا هنشتغل بالابرة رقم 4. ممكن طبعا تنفذيه بلون واحد على حسب ما انت عايزة، مفيش مشكلة، اللون اللي يريحك. كمان ممكن تستخدمي فيه اي خيط، خيط قطن، خيط اليز ديفا، خيط مكرمية، اللي انت عايزاه، اي خيط متوفر عندك تقدري تنفذيه بيه، هو جميل وما بياخدش وقت خالص، تمام. يلا بينا بقى كده ان شاء الله نشتغل على طول. ان شاء الله هنبتدي باللون دوت وهنركن اللون التاني. اول حاجه هنعملها هنعمل الدايره السحريه بتاعتنا بالشكل ده، بنلف الخيط على صابعنا كده اهوت لفتين، وبجيب الابره بتاعتي وبسحب الخيط كده بطلع بيه، وبعدين امسك الخيط كده واخد اول غرزه، وادي كده اتكونت عندي شكل الدايره السحريه، تمام. هرتفع بثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وجوه الدايرة السحرية دي هكون 12 عمود بلفة، وأول ارتفاع سلاسل هحسبه عمود. يبقى أنا هشتغل جوه الدايرة 12 عمود بلفة، تلاتة أربعة خمسة ستة، هضيق كده شوية، ستة، وهكملهم 12 عمود بلفة ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كملت 12 عمود بلفة، وبعدين هشد الخيط دوت علشان خاطر اقفل الدايرة بتاعتي، اشدها جامد علشان خاطر انا مش عايزة حاجة تبان من الدايرة تحت، مش عايزة فراغات. طيب بعد كده هنقفل الدايره بتاعتنا في اول سلسله فوق هنا في الارتفاع
الثلاث سلاسل الاولانيين بالشكل كده. يبقى انا كده ده الشكل عندي بعد ما قفلت الدايره بتاعتي، تمام. زي مطرح ما انا واقفه كده هرتفع ثلاثه سلسله، وبرده هحسبها اول عمود، وبعدين انزل في نفس المكان تاني اللي انا واقفه فيه وبرده اخد عمود بلفه بالشكل ده. هبتدي اعمل تزايد في كل عمود يقابلني، هدخل جواه واعمل اتنين عمود. ده كده العمود اللي بعده، ادي عمود وبعدين عمود تاني، والعمود اللي بعده ادخل اعمل عمود وفي نفس المكان تاني ادخل اكرر عمود تاني. يبقى انا بعمل تزايد في كل عمود، اعمل فوقيه اتنين عمود بلفة. ادي واحد، ادي اتنين بالشكل ده، ونستمر عمودين في كل عمود. بالشكل ده هنستمر كده اتنين عمود تزايد في كل عمود يقابلنا لنهاية الدور. هيبقى عندي في نهاية الدور هنا 24 عمود. هكمل الدور وارجع. انا كده خلصت الدور كله، عملت تزايد في كل عمود قابلني، عملت فيه عمودين، وده الشكل، تمام. هنيجي نقفل فين؟ هنيجي نقفل هنا هوت في اول ارتفاع احنا عملناه، واحد اتنين تلاتة في اول ارتفاع سلاسل، وكده الدايرة بتاعتي قفلت، وده الشكل بتاعها. بعد كده هاخد غرزة تأمين واحدة وخلاص، هقص الخيط دوت، يعني خلاص كده مش هشتغل باللون ده تاني. هبتدي ادخل اللون الجديد بتاعي، هنعمل الغرزة بتاعت البداية بالشكل دوت كده، وهاجي هنا في اي مكان فراغ بين كده العمودين، وابتدي ادخل واسحب الخيط واطلع من الغرزة بتاعتي بالشكل ده. وبعدين هرتفع ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، تمام كده. وهاخد الخيط ده معايا في الشغل علشان خاطر يبقى انا بنضف شغلي اول باول عشان ما اتعبش. طيب ارتفعت ثلاثة سلسلة وده هيكون اول عمود، وكمان هزود اتنين سلسلة وده الفراغ اللي هيبقى بين العمود والعمود. هنلف الخيط على الابرة وننزل في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه وندخل نعمل عمود تاني بلفة بالشكل ده. يبقى ارتفعنا بتلاتة سلسلة وزودنا تاني اتنين سلسلة، بقى عندي خمسة، ونزلت عملت في نفس المكان عمود بلفة تاني. وبعدين هلف الخيط على الابرة وهسيب غرزة مش هدخل فيها، هسيب الغرزة دي، تمام، مش هدخل فيها، لكن هدخل في الغرزة التانية، اخش اعمل كده عمود بلفة وبعدين اتنين سلسلة، وفي نفس المكان تاني انزل اعمل عمود بلفة. ولو نفتكر مع بعض الغرزة دي اسمها الفي ستيتش، تمام كده، هي سهلة قوي ومعروفة، كل معظمنا بنعرفها. ونلف الخيط تاني على الابرة زي ما قلنا، هنسيب غرزة مش هندخل فيها، هنسيبها هي، هنسيبها ونخش في الغرزة اللي وراها على طول، نبتدي ندخل نعمل عمود بلفة بعدين اتنين سلسلة، وانزل في نفس المكان تاني اعمل عمود بلفة. ونستمر على كده اهوت على طول، بنسيب غرزة مش بنشتغل فيها وبنخش في الغرزة اللي وراها، نبتدي ندخل نعمل عمود بلفة وبعدين اتنين سلسلة، وفي نفس المكان تاني ننزل نعمل عمود بلفة. وهنستمر كده، هاخد الخيط ده معايا في الشغل برضو، اداري معايا علشان خاطر يبقى الايه اللي في التنظيف سهل عليا. هكمل الدور وارجع لكم. انا كده خلصت الدور كله، تمام، وهقفل هنا بمنزلقة في تالت غرزة، واحد اتنين في تالت غرزة في اول عمود زي ما حضرتكوا شايفين كده، اسحب كده الخيط بالشكل ده، وده اصبح شكل الدايرة عندي بعد ما قفلت، وده كده السطر خلص.
طب عشان اتنقل بقى للسطر الجديد همشي غرزة منزلقة، فأول غرزة هنا تقابلني اسحب كده الخيط واطلع من منزلقة، وبعدين انا كده وصلت للفراغ اللي في النص، هدخل جواه واسحب الخيط واخد سلسلة علشان شغلي دايما يبتدي من نص الايه الفي ستيتش، وارتفع 3 سلسلة تمام، وبعدين سلسلتين، وقلنا ده الفراغ اللي بين العمود والعمود، وابتدي الف الخيط على الابره وانزل في نفس المكان تاني، ابتدي اعمل عمود تاني لفه زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى انا عملت تاني كررت الفي ستيتش في الدور اللي فوقيه تمام كده، بعدين الف الخيط على الابره واروح بقى. انا ماليش دعوه بالفراغ ده، مش هشتغل فيه، مش هنزل فيه خالص، لكن كل شغلي هيبقى جوه الفي تمام، وهيبقى عباره عن عمود بلفه بعدين اتنين سلسله، وفي نفس المكان تاني ادخل اعمل عمود لفه. اكرر تاني مع حضراتكم، هلف الخيط على الابره وننزل جوه حرف الفي اهو، ونبتدي نكون تاني في ستيتش عباره عن اتنين تلاته، واحد عمود بلفه واتنين سلسله، وفي نفس المكان تاني عمود بلفه، ونكرر تاني اتنين سلسلة عمود بلفة. هشتغل في كل بقى فراغ كده يقابلني، هعمل عمود بلفة اتنين سلسلة عمود بلفة، ومع انا ابتدي هنا اهو، بصوا حضراتكم هبتدي يديني كيرف تمام، علشان خاطر يديني الشكل اللي هو المدور تمام. هنرتفع هنا بقى، هنستمر كده بالسطور لغاية نهاية الدور، وهتبتدي ترتفعي بالسطور لغاية الطول المناسب اللي انت عايزاه. يعني هنا احنا لو نعد مع بعضينا، احنا هنا عديت 1 2 3 4 5 6 ست سطور باللون ده، اداني المقاس دوت. لو انت عايزة مقاس اكبر من كده ممكن ترتفعي بالسطور 8 سطور 10 سطور زي ما انت حابة المقاس بتاعه تمام كده. فانا هرتفع بالسطور لغايه المقاس، انا هرتفع 6 زي ده بالظبط عشان عايزه نفس الحجم بتاعه تمام، وبعدين نرجع نشوف الشكل معانا هيبقى ازاي. ده الشكل بعد ما ارتفعت بالسطور تمام. زي ما قلت لحضراتكم انا ارتفعت بالسطور 6 سطور، 1 2 3 4 5 6 تمام. وزي ما قلت لك كده، لو حابه طبعا تعلي شويه الارتفاع بتاعه زي ما انت عايزه. طب هنا هو خلاص هنقفل بقى بغرزة منزلقة زي ما حضراتكم شايفين كده، بعدين هاخد غرزة واحدة كده كتأمين، ودلوقتي خلاص هقص الخيط خلاص. احنا كده اللون دوت مش محتاجينه. ده الشكل عندي بعد ما ارتفعت، شوفوا حضراتكم جميل واسع ازاي من جوه. طيب دلوقتي بقى هندخل اللون التاني، هنجيب اللون التاني كده، بعدين هنعمل برضو العقدة البداية بتاعتنا، اسحبي الخيط كده اهو وبتطلعي. طيب من اي حتة بقى تعجبك مفيش اي مشكلة، من اي مكان هبتدي ادخل جوه الفي ستيتش بتاعتي، ابتدي اسحب الخيط بالشكل دوت وارتفع 3 سلسلة 2 3، وده هيكون عندي اول عمود. وزي ما احنا متعودين هناخد برضو الخيط معانا علشان نداريه. طيب بعد ما عملت 3 سلسلة وقلنا ده اول عمود، هنزل في نفس المكان تاني واعمل عمود تاني بلفة. يبقى انا كده اصبح عندي 2 عمود بلفة بدون اي اضافة سلاسل. طيب بعد كده هنلف الخيط على طول على الابرة واروح للفراغ اللي بعده بتاع الفي ستيتش، وانزل برضو جواه وابتدي اعمل 2 عمود بلفه. ادي اول عمود والعمود التاني بالشكل ده، واروح برضو الفراغ اهو بتاع الفي ستيتش اهو تمام كده واضح، هدخل برضو جواه واعمل 2 عمود بلفه. ادي عمود وادي العمود التاني،
ونستمر كده في كل فراغ هنعمل 2 عمود بلفة. ادي الشكل بتاعي، هستمر كده حوالين داير الكيس كله بتاعي للنهاية هنا، وهنا هاجي اقفل بمنزلقة. هكمل الدور وارجع لكم. ده الشكل بعد ما خلصته، 2 عمود في كل فراغ، وهنقفل هنا هوت بمنزلقة زي ما احنا متعودين كده. قفلنا السطر بتاعنا بالشكل دوت، تمام. بعدين هاخد منزلقة كمان في الغرزة اللي بعدها علشان انا عايزة اوصل للنص الفراغ كده. خد كده منزلقة، تمام. بعدين هوصل، وصلت الفراغ، شايفين حضراتكم اللي بين الاتنين عمود والاتنين عمود اهو، اللي في النص اللي بينهم. ادي سبت الاتنين عمود اهو، هدخل بقى فين؟ هنا كده. الاول هاخد سلسلة تمام كده، وبعدين ادخل في النص اسحب، وبعدين اعمل حشو الشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبعد كده هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعده على طول، برضو اللي بين الاتنين عمود والاتنين عمود اهو، واضح؟ هدخل فيه وهبتدي اعمل 6 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6. انا عملت هنا 6 عمود بلفة. هتنقل بقى للفراغ اللي بعده على طول برضو هنا كده، اللي هو بين الاتنين عمود والاتنين عمود، ده الفراغ اللي انا بشتغل فيه. هنزل اسحب الخيط واعمل غرزة حشو زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين نلف الابرة على الخيط ونروح للفراغ التاني جوه الفراغ، اسحب واعمل 6 عمود بلفة. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. عملت 6، شايفين الشكل ابتدى يديني الكيرف، وايه يديني الاطار المتزوق بتاع الكيس. بعد ما خلصت 6 عمود بلفة هروح برضو هنا كده للفراغ اللي بين الاتنين عمود والاتنين عمود، ادخل جواه واسحب واعمل غرزة حشو. هنستمر كده 6 عمود بلفة حشو، 6 عمود بلفة حشو لنهاية الدور، ونرجع نشوف الشكل ايه هيبقى ازاي. انا كده خلصت خلاص الدور كله 6 عمود بلفة حشو، وجيت هنا في النهاية هننزل هنا جنب غرزة الحشو بتاعتنا دي، وننزل نعمل منزلقة بالشكل ده. وبعدين هاخد غرزة تأمين وهنقطع الخيط. نشوف بقى كده الشكل بتاعنا. الخيط ده زيادة عندي هنا، هبتدي خلاص اقصه كده، والخيط دوت هدخله من جوه الاطار هنا علشان خاطر اداريه بالابره بتاعه التنظيف. طيب هنبتدي نعمل الحزام بتاعنا اللي هنقفل بيه الكيس، تمام كده. هنجيب الخيط ونبتدي نشتغل كده، نعمل غرزه البدايه ونبتدي نرتفع بعدد من السلاسل على قد دوران الحزام كده، 2 3 4، او من غير عد طبعا، مش احنا هنشوف كده. نبتدي نرتفع بالسلاسل
ونشوف كده. هتتني الخيط السلاسل وتشوفي هتقيسيها زي ما انا بقيسها كده. هنلاقي طبعا لسه شويه فهنرتفع كمان شويه. ونقيس كده نشوف المقاس عندنا بقى عامل ازاي. بتهيألي كده كده مقاس مناسب. هبتدي اعمل ايه؟ خلاص هسحب بقى، هقص الخيط واسحب كده وكده خلص الحزام بتاعي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اجي ادخل كده بين اي فراغين وابتدي اسحب الحزام وهكذا من فراغين تاني وهبتدي اسحب الحزام. بالشكل دوت داير ما يدور لحد ما نكونهم جنب بعض. هكمل ورقة. انا كده اهو شبكتهم وابتدى معايا اقدر الم كده وافتح من الحزام بتاعي. تمام، تقدري تلمي كده اهو او تربطي كمان زي ما انت حابة. تمام، ده كده الشكل بتاع الكيس بتاعنا. تمام، لو حابة بقى طبعا تضيفي الخرز او عندك لولي او تطعمني مفيش اي مشكلة. تمام، انا حابة اوريكم الخرز انا هركبه ازاي زي ده كده هوت علشان خاطر تبقوا عارفين. لو حابين تنفذوا نفس الشكل تقدروا تنفذوه بكل سهولة. هتجيبي الخرز اهو او العقد اللي قلت لحضراتكم. تمام كده، وهناخد منه ثلاثة وهبتدي الضمهم في الابرة. انا كده لضمت الابرة، لضمتها في الفتلتين دول. تمام كده بتوع الحزام. تمام، وبعدين هجيب بقى الخرز بتاعي هبتدي ارخلها كده من وسط. وبكده انا مسكت اول اللي انا بفتح بيه الخرزة اهي اللي بقفل بيها الكيس. تمام، يعتبر زي القفل كده قفلنا بيه. وايه وتشدي كده تفتحي منه الكيس على قد المساحة اللي انت عايزاها. تمام كده، بما اننا احنا لسه بقى هنا كده. تمام، ممكن بس تفكي فرع واحده ونبتدي ناخد دي. انا كده اهو، معلش قبل بس ما افصل الخيط اظبطها كده هوت. احنا كده دخلنا واحده، وانا حابه اوريكم برده الثانيه دخلتها ازاي. زي ما قلنا احنا لضمنا الابره كده عادي خالص وجبنا الخرزه بتاعتنا وهندخلها كده اهو وهنا وهنسحب خلاص الابره كده. الخرزتين دخلوا هنا، هاجي بقى هنا كده عشان خاطر اقفل عليهم. هبتدي اعمل كذا عقده بايدي كده في نهايه السلاسل كده، كام عقده بايديكي علشان خاطر تثبتي. اهي على الاخر كده، ولما تلاقي ان هي خلاص مش بتخرج من العقده تمام هنبتدي نقص الخيط بتاعنا. وبعد ما قصيت الخيط وظبطته اهو حضراتكم كده هتبقي انت عملتي احلى كيس. تمام كده، زي ما قلنا حابين بنفتحه من هنا بنشد كده. بصوا حضراتكم واسع وكبير ازاي في منتهى الجمال. تشدي كده قفلتي الكيس مفيش اي حاجه ممكن تقع منه. بصراحه هي فكرته جميله جدا وسهله قوي قوي. احنا كده يبقى احنا عملنا المشروع بتاعنا النهارده ونفذتي احلى كيسين زي ما قلنا للفلوس الفكة زي ما قلنا في اول الفيديو. بصراحة هو جميل ما خدش وقت وسهل جدا جدا.
بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة. اتمنى ان هو يكون الفيديو كان شرحه خفيف وسهل عليكم، وكلكم تنفذوه وتقولولي على رأيكم ايه فيه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.